من يصدق؟ شارع الرئيس تتوسطه سوق شعبية ليس فيها ما يشجع على التسوق، أو حتى فندق على الأقل يأوي النازلين هنا والمسافرين عبرها ويغريهم بالتوقف. وفي المقابل ثمة مدن ليست ببعيدة من هنا تسابق حركة الزمن وتحولاته، لكنك وعلى هذا الحال تبدو الجوف، ومركز عاصمتك الحزم، وهي الصورة المعتادة لعقود لم يتغير فيها وجه المدينة رغم التحولات الكثيرة التي شهدتها المحافظة خلال العامين الماضيين. المحافظة من حين ما دخلها ومن قبل ما يدخلها الشرعية ولا ما تغير فيها شيء، حتى الشارع حتى المحل أي حاجة ما تغير فيها أي حاجة. مثلت الجوف كجارتها مأرب قبلة للنازحين من مناطق سيطرة الميليشيا، لكن الأولى لم تكن كالأخيرة، ربما غياب الرؤية أو خلل في العقل المسؤول، إذ لم يتسنى لهذه المحافظة التقاط فرصة التحولات والمتغيرات المحيطة والتي فرضتها الحرب كحسنة وحيدة لهذه المناطق المحرومة منذ عقود لتحقيق النهوض التنموي الذي كان أحرى بالجوف تسجيله خلال فترة العامين، والاستفادة من حركة النزوح المستمرة التي وصل فيها عدد النازحين إلى أكثر من 80,000 نازح في هذه المدينة الضيقة والمكتظة بالحركة مؤخرا. للأسف الشديد لم تلتقط قيادة المحافظة الفرصة التاريخية التي لن نحصل عليها مستقبلا كما حصل عليها أبناء مأرب، وهو التمهيد للبنية التحتية. ببطء كبير تسير عجلة التنمية في الجوف، وعلى عكس ما كان يأمل أبناؤها من تحقيق مشاريع خدمية، أقلها إصلاح هذا الشارع العام الذي يمثل وجه المحافظة، فضلا عن البنية التحتية التي كان من المفترض إحداثها بالتزامن مع الاستقرار الأمني ووجود النازحين. يقول السكان هنا ويعزون ذلك لأسباب أهمها انشغال السلطات المحلية وتركيز جهدها خارج المدينة وتجاهلها لواجهة المحافظة ومركز عاصمتها. رغم التحولات التي شهدتها المحافظة خلال العامين الماضيين، لأن السلطة المحلية لم تنتهز الفرصة أو تتخذ الفرصة بوجود النازحين، ولم تصلح واجهة المحافظة. هكذا تبدو فرص المتغيرات وتحولات المرحلة سانحة لمن يريد، ولعل هذه المناطق الأكثر حظا في اليمن رغم ظروف الحرب التي تعيشها. ربما صحيح ذلك، فهل تنجح الجوف في التقاط فرص التحولات التي تشهدها مؤخرا، أم أنها ستخسر وتبقى كما كانت عليك بالأمس واليوم وربما الغد؟ علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.